بالنسبة للحصيلة ديال المناقشات ديال الورشات الأربعين اللي كانت عندنا اليوم، أولا على مستوى الحضور عندنا 60% من الحضور من الشباب والشابات، وكذلك الأعمار عندنا 54% من الشباب و 46% ما فوق الأربعين سنة، حتى هما شباب طبعا. كذلك الشرائح اللي كانت عندنا في القاعة عندنا 25% اللي المستوى ديالهم لا يتجاوز التعليم الابتدائي، ولكن تبارك الله الأغلبية المستوى الدراسي الجامعي، وكاين الشهادات اللي أكثر من إجازة. كذلك على مستوى المهن كاين تنوع ديال المهن، وكاين حضور ديال المعطلين طبعا، وكاين حضور ديال المهن الحرة والموظفين بجميع أنواعها في جميع القطاعات، الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى. كاين نقاش كبير دار في الطاولات يتعلق الأمر بمعاناة مرضى السرطان، وبالتالي الإخوان والأخوات يطالبون بإحداث مستشفى متخصص في السرطان، ونبلغ لكم في خلال النقاش ديالنا في القيادة الإقليمية للحزب أن الحزب منخرط في إطار إحداث صندوق وطني لدعم مرضى السرطان، على الأقل هذا المرضى يبقوا يتعالجوا بشكل مجاني. المسألة الأخرى في الصحة دائما هو أنه جميع أغلبية الورشات يطالبون بإحداث مستوصفات للقرب على مستوى كل حي على حدة.